وينضم إلينا من أم درمان عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية. عثمان، بعد يوم من الهدنة الجديدة، ما هي الأوضاع لديك؟ الأوضاع في أم درمان منذ 6 ساعات هدوء في المدينة في جميع الجيوب ما عدا تحليق لطائرات الاستطلاع، لكن لم نسمع أي تبادل لإطلاق النار، ولم نسمع إطلاق رصاص، ولم نسمع دوي لقصف في المدينة منذ 6 ساعات في جميع جيوب المدينة. الغزو كان اليوم في يوم أمس، الغزو كان في مدينة درمان. زميلي محمد عبيد كان تمركز في منطقة قرب أم درمان ومنطقة شارع العرضة، منطقة ود البشير، وكذلك في منطقة بالقرب من الإذاعة والتلفزيون. كان هناك اشتباكات متقطعة قبل 6 ساعات من هذا التوقيت، لكن الأوضاع استقرت تماما منذ 6 ساعات. الأوضاع في أم درمان منذ صبيحة يوم أمس الجمعة كانت هناك حركة طبيعية لسير المواطنين بالشوارع، وكذلك العربات الخاصة والعربات عربات النقل العامة. كان الوضع طبيعي في المدينة، رغم أنه كان هناك اليوم قصف الصواريخ عبرت شمال مدينة درمان إلى مواقع في مدينة الخرطوم أو في مدينة الخرطوم بحري. عدد السلع الغذائية بدأ يتناقص في المدينة، وفي لاحظت ذلك من خلال جولتي في أرفف المحلات. بدأت السلع سلع مهمة، بدأت مثل سلعة الدقيق وكذلك سلعة الزبادي بدأت تختفي من محلات البيع والشراء، وكذلك أيضا لاحظت هنالك أصبح تراكم كبير جدا وإفراز للقمامة والنفايات في شوارع الأحياء والشوارع الرئيسية، مما دعا المواطنين في داخل الأحياء بحرق هذه القمامة والنفايات في الحاويات أو المواعين الخاصة بتجميع القمامة، لأنه عربات نقل النفايات غابت منذ انطلاق شرارة الحرب في السودان بصورة عامة، وكذلك في مدينة أم درمان. وكذلك أيضا لاحظت هنالك حركة نزوح وحركة سفر من أم درمان إلى ولاية نهر النيل التي تقع شمال العاصمة الخرطوم، وكذلك الولاية الشمالية التي تقع شمال العاصمة الخرطوم أيضا. ولاحظت أيضا هنالك نزوح من مدينة بحري، مما أسهم في ارتفاع أسعار إيجار الشقق المفروشة. أصبح سوق رايج الآن في أم درمان الشقق المفروشة لعدد من الأسر القادمة من مدينة الخرطوم أو مدينة الخرطوم بحري. عدد المستشفيات زار عدد المستشفيات 4 مستشفيات في الريف الشمالي لمدينة درمان تعمل بكفاءة عالية، وذلك مستشفى أم درمان عادت للعمل قسم غسيل الكلى، وكذلك مستشفى النوب في أم درمان أيضا عاد للعمل، وكذلك مستشفى أم بدة ومستشفى الراجحي غرب أم درمان عاد إلى العمل. وأطلقت مناشدات من وزارة الصحة ولاية الخرطوم للكادر الطبي بأن هلموا إلى المستشفيات لعلاج المرضى. الوضع الصحي تحسن قليل، يعني تحسن قليل ليس بالكثير. بالنسبة أيضا لإنقطاع الإمداد الدوائي من مدينة الخرطوم، لأن الإمداد الدوائي يأتي إلى أم درمان من مدينة الخرطوم. هذا يسبب أيضا جزء من المشكلة قيام الإمداد الدوائي نسبة، لأنه يعمل جسر واحد فقط. لكن فقط. عثمان أريد أن أسألك تحديدا عن ما ذكر في بيان الجيش بأن ميليشيا الدعم السريع تقوم بنهب عدد من البنوك وأيضا المستشفيات والمدارس في أم درمان التي أنت فيها الآن، فما الذي يدفع هذه القوات إلى مثل هذه الأعمال؟ بيان الجيش يا زميلي محمد عبيد تحدث عن مدينة الخرطوم، وكذلك تحدث عن مدينة الخرطوم بحري، لكن مدينة درمان ليس هناك بها أعمال نهب لأي بنك في المدينة، فقط أعمال النهب في مناطق طرفية محددة من المدينة من درمان عني، لكن كل النهب الذي تم في مدينة الخرطوم ومدينة الخرطوم بحري، نهب البنوك الذي تم أيضا تم في مدينة الخرطوم ومدينة الخرطوم بحري، لكن درمان لم تشهد أعمال نهب
للبنوك ولم تشهد أعمال نهب للمؤسسات الحكومية الموجودة بالمدينة. مدينة درمان يعني حتى هي مدينة درمان تختلف عن مدينة الخرطوم، ليس بها عدد كبير من المؤسسات الحكومية وليس بها عدد كبير أيضا من البنوك البنوك سواء كانت حكومية أو تجارية. المدينة تشهد استقرار يعني في جميع مناطقها من ناحية عمليات النهب ليست بالكبيرة، العمليات محدودة، وهذه المتمردة أصبحت يعني تتلقى الإمداد من بيوت المواطنين قصبا وجبرا ومن المحلات التجارية قصبا وجبرا، لأنه هذه القوات فقدت الإمداد الاستراتيجي بالنسبة لضرب جميع معسكراتها بمدينة أم درمان. كل المعسكرات في مدينة أم درمان تم الاستيلاء عليها بواسطة القوات المسلحة، وأصبح هناك ليس إمداد لهذه القوات، لذلك لجأت إلى الأحياء السكنية. أصبحت تقاسم الناس لقمة عيشهم، وأصبحت تقاسمهم داخل بيوتهم، وكذلك تقاسمهم شرب ماء شرب المياه أيضا في المدينة. عثمان، إذا كان هذا الأمر مفهوم بأن هناك مشاكل في الوضع الإنساني سواء في أم درمان أو غيرها حتى من المدن المجاورة لولاية الخرطوم، لكن ماذا عن نفي الجيش لأن ميليشيا الدعم السريع سيطرت على 90%؟ إذا كان هذه أكاذيب كما يقول الجيش تقوم بها ميليشيا الدعم السريع من آن إلى آخر، فأين هي الآن؟ كم عدد القوات الموجودة منها سواء في أم درمان أو حتى في بحري أو في الخرطوم العاصمة؟ قوات الدعم السريع ما تسيطر على شوارع عدد من الأحياء، وتسيطر عن طريق عربات دفع رباعي تسمى التاتشر، تتجول بهذه العربات داخل الأحياء والارتكازات، لكن ليس هنالك مرفق تسيطر عليه قوات الدعم السريع في مدينة درمان، ليس لهم أي موقع تسيطر عليه، لكن السيطرة هي في الأحياء السكنية وسط المدنيين، وليس لهم معسكر في أم درمان تتم منه القيادة. أم درمان كل المعسكرات تم الاستيلاء عليها. مدينة درمان تشابه عدد من الولايات التي ليس بها معارك حربية مثل ولايات القطاع الشرقي، ولاية البحر الأحمر، ولاية كسلا، ولاية القضارف، ولايات القطاع الشمالي مثل ولاية نهر النيل، الولاية الشمالية، وولايات الوسط مثل ولاية سنار، ولاية النيل الأبيض، ولاية الجزيرة. مغارب 13 إلى 12 ولاية سودانية تشابهها تكون مدينة درمان تشابهها من ناحية السلم والهدوء في المدينة. ليس هناك سيطرة لميليشيا الدعم السريع لأي نقطة في أم درمان غير ارتكازهم ارتكازاتهم في الأحياء ما عدا منطقة الإذاعة والتلفزيون. هذه المنطقة قوات الدعم السريع قمت بداية المعارك سيطر على الإذاعة والتلفزيون بحكم وجودها القديم منذ 4 سنوات. ميليشيا الدعم السريع موجودة في الإذاعة والتلفزيون منذ سقوط نظام عمر البشير. هذه القوات موجودة وهي حاولت أن تسيطر على 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 مبنى الإذاعة والتلفزيون من أجل يعني إعلان أنه نصر بالنسبة لميليشيا الدعم السريع، لكن عثمان أنت تحدثت في بداية هذه المداخلة عن عملية نزوح. أي عملية نزوح تتحدث؟ هل هو نزوح داخلي أم نزوح خارج حدود السودان؟ النزوح الذي تم في أم درمان نزوح من بحري ومن الخرطوم، وكذلك هناك نزوح تم من المدن الثلاثة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة. التقدس في معبر إربين وفي طريق كوستل هنالك تقدس كبير جدا في المعبر لأسر سودانية، هنالك أسر أصلا مقيمة عدد كبير من الأسر السودانية من خلال الخمس سنوات الماضية. عدد كبير من الأسر السودانية استقرت في مدن الجمهورية العربية المصرية مثل العاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية ومدينة أسوان. عدد من المدن المصرية أصبح هنالك تواجد ملحوظ للأسر السودانية نسبة للعلاقات الوثيقة، نسبة لتشابه العلاقات الاجتماعية ما بين الشعبين السوداني والمصري، لذلك في عدد كبير من الأسر السودانية نسبة لتعسر التعليم بالسودان، تعسر القطاع الصحي بالسودان،
الاسر المصدره لجأت الى جمهوريه مصر العربيه من اجل الاستقرار الامني ومن اجل توفر الخدمات الجيده للتعليم. نعم. والخدمات الجيده مفهوم عثمان العربيه هذا مفهوم نتيجه للعلاقات القويه ما بين الجارتين مصر والسودان. هناك ايضا روابط كبيره تربط ما بين المواطنين السودانيين والمصريين، لكن أسألك عن الوضع في الجهة الشرقية في دارفور، هناك معارك قبلية تدور هناك، هل لها علاقة بتمرد ميليشيا الدعم السريع مع الجيش؟ كيف هي الأوضاع هناك؟ نسمع أن هناك أكثر من 100 شخص قتلوا خلال اليومين الماضيين من هذه الاشتباكات، فما هي الأوضاع في هذه المنطقة تحديدا سواء في مدينة الجنينة أو غيرها أو نيالا أو غيرها من مدن في هذه في هذا الإقليم تحديدا إقليم دارفور؟ نعم محمد عبيد، منطقة غرب السودان هي ولايات دارفور الخمسة. هذه الولايات منذ سنوات طويلة تعاني من حروب ونزاعات، سواء كانت هذه النزاعات الحروب قبلية أو ما بين القوات الحكومية والحركات المسلحة في عهد النظام السابق بالسودان، ولم تتوقف هذه النزاعات اطلاقا حتى بعد سقوط نظام عمر البشير. لكن مفهوم عثمان ان هذه المنطقه منطقه مشتعله منذ سنوات بعيده، التنافس على المراعي وايضا الاقتتال فيما بينها، لكن هل له علاقه بما يجري من تمرد على الجيش؟ لماذا التوقيت تحديدا ظهرت فيه هذه المرة الاشتباكات ومدى سيطرة الجيش السوداني على هذه المنطقة؟ منذ بداية الحرب في 15 أبريل الماضي استعادت عدد من المدن السودانية نتيجة تأثير الحرب للخرطوم، ومنها بالطبيعي ولايات دارفور الخمسة. كانت شيء معارك عنيفة في مدينة الفاجر حرب ولاية شمال دارفور، وكذلك بمدينة أنيالة حاضرة ولاية جنوب دارفور، وكذلك بمدينة الجنينة حاضرة غرب دارفور، ما عدا ولايتي وسط دارفور عاصمتها زالنجي وولاية شرق دارفور وعاصمتها الضعين. النزاع الآن موجود نزاع قبلي إضافة للنزاع بين القوتين المتنازعة، القوات المتمردة والقوات المسلحة. نزاع قبلي بين قبيلتين أعتقد في ولاية غرب دارفور مدينة الجنينة أشهد صراع عنيف سقط عدد كبير من الضحايا المدنيين نتيجه هذا النزاع القبلي، وكذلك نتيجه الصراع ما بين القوات المسلحه وميليشيا الدعم السريع. ايضا مدينه نيالا شهدت اشتباكات عنيفه ما بين القوات المتمرده والقوات المسلحه، خلفت عدد من القتلى، وخرج مسار نيالا من السيطره خبره الجيش الحكومي والسيطره عليه ميليشيا الدعم السريع. وكان المعارك تدور في محيط هذا المطار، ولكن بقيه المدن بولايه دارفور ولايه شمال دارفور ولايه شرق دارفور وولايه وسط دارفور مفهوم عثمان ليس بها الان اي معارك في تذكر في هذه الولايات التي ذكرتها لك، لكن ينحصر الان العنف اكثر في مدينه الجنينه. نعم. وهي ولايه غرب دارفور المجاوره لجمهورية تشاد. طبعا هي موجودة وقريبة من تشاد وبها نزاعات كما تقول منذ القدم، لكن أسألك عثمان عن عمليات الإجلاء. اليوم تم إجلاء 300 أمريكي من خلال تأمين بالمسيرات الأمريكية، إلى أي مدى عملية الإجلاء هي مستمرة؟ كيف يتم تأمين هذه العمليات من قبل الجيش السوداني، خاصة وأنا نسمع من حين لآخر أن ميليشيا الدعم السريع تتعرض لهذه البعثات الدبلوماسية وهي يتم إجلاؤها من السودان؟ نعم، الإجلاء يتم من مطار قاعدة الوادي سيدنا العسكرية، المطار الجوي هو مطار ضخم جدا تنطلق منه الطائرات التي تقصف معسكرات القوات المتمردة. المطار استقبل عدد كبير جدا من الرعاية الدول الصديقة والشقيقة للسودان، تم توفير عدد كبير من رعاية هذه الدول مثل جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وجمهورية مصر العربية، وكذلك دول الخليجية. شهد يوم الجمعة اختلاط ميليشيا الدعم السريع لطائرة تركيا وأصابت خزان وقود الطائرة،
لكن الطائرة تم إصلاح الخزان ومشي رحلتها ووصلت إلى مدينة أنقرة بالعاصمة التركية أنقرة، تم إجراء الرعاية، حركت إلى الرعاية تصير بصورة طبيعية سواء كان من مطار وادي سيدنا العسكري بشمال مدن درمان، وكذلك عن طريق الميناء البري ميناء بورسودان، حركة كبيرة تتم إجلاء رعاية الدول، وكذلك تم إجلاء رعاية المنظمات التابعة للأمم المتحدة، تم إجلاء رعاياهم أيضا من بالفعل عاصمة السودان، ولقد حذرت الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها وطالبتهم من مغادرة السودان، وكذلك رعاية الفرنسيين أيضا، جمهورية الصين الشعبية أيضا بدأت إجلاء رعاية، وعدد كبير من الدول بدأت تجلي حد، وأيضا دولة فلسطين تم إجلاء رعاياهم، وعمليات الإجلاء مستمرة عبر المطار وادي سيدنا العسكري الغائر الجوية بشمال أم درمان، وكذلك بميناء شرقي البلاد. شكرا جزيلا لك من أم درمان عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك.